وقفنا عند الدائره الكهربيه وكنا عن اول دائره فيهم اللي هي دائره ايه؟ الكباس، لان احنا اتفقنا ان الدائره الكهربائيه للتكييف بنقسمها لثلاث دوائر، دائره الكباس ودائره المروحه ودائره التدفئه سواء السخان او البلف العكس. فكلمنا عن دائره الكباس، فنتكلم عن ثاني دائره فيهم اللي هي دائره ايه؟ المروحه او الفان. فان يعني مروحه. فدائرة المروحة أو دائرة الفان قبل ما نشوف، طيب معلش، المروحة موتور زي الكباس، الكباس موتور ومروحة موتور، بس المروحة موتور يعني أصغر، موتور أصغر. فدايما في التكييف الشباك بيكون موتور بأكسين، فلما تفك الوشين بتوع المروحة من الجنبين دول تلاقي إن هو أكس واحد نافذ وبيبقى متحمل الروتور والاكس، متحمل من الجنبين يا اما على جلب يا اما على رمان بلي. دايما اي اكس في اي موتور بيتحمل يا جلب يا رمان بلي. اغلبيه مطور المراوح بتبقى متحمله على جلب، جلب نحاس، بحيث جلب النحاس دي صوتها بيبقى قوي، رمان بلي مع الوقت ساعات صوته بيعلى. فلما تفك حضرتك اي وش من دول كده تلاقي ان في جلبه نحاس جوه هي محمل عليها يعني. ماشي، ده الجزء الميكانيكي، الجزء الميكانيكي اللي هو ما يهمناش قوي، يهمنا اكتر الجزء الكهربي. فالمروحه موتور فيها ملفات تشغيل وملفات تقويم زي الكباس بالظبط بس على صغير. ف زي ما حضرتك شايف كده عندك هنا في ملفات تشغيل و السنة. لا اصل ده مش بوش، البوش ان هي تلق، انما الحركه دي حركه طبيعيه لان الجلبه جوه بيسيبوها حره شويه في الحركه عشان تظبط نفسها على وضع الاكس يعني، انما هي وراكبه ما فيش اي بوش. تمام؟ فملفات تشغيل وملفات تقويم زي المعتاد يعني، واوفرلود. اي مروحه على فكره فيها اوفرلود داخلي، ما فيش مروحة ابدا فيها اوفرلود خارجي، لازم لازم. فالاوفرلود داخلي. الاس والار بقى بتوع المروحة رايحين لمين؟ للكباستور. اذا مراوح التكييفات بتشتغل بالظبط زي الكباسات بكباستور تشغيل. فكباستور التشغيل بتاع المروحة هو نفس كباستور التشغيل بتاع الكباس بس على اصغر، لان المروحه مطور صغير فالكباستور برضه بيبقى صغير. فسعه كباستور المروحه بتتراوح من 2 اسف من 1.5 ل 5 مايكرو فراد تقريبا يعني، من 1.5 ل 5 مايكرو فراد تقريبا. الكباس من 16 ل 60، لا هنا من 1.5 ل 5 عشان المروحه مطور صغير. ماشي؟ وده نسميه كباستور تشغيل ولا تقويم؟ تشغيل، ما بيخرجش، ده بيفضل على طول، يبقى اسمه كباستور تشغيل. انما هو مكتوب عليه كرموز هنا، مكتوب عليه ايه؟ اف سي. اف سي يعني فان كباستور، فان الفان اللي هو موتور المروحه او المروحه. فبص كده حضرتك، كباستور المروحه ممكن يبقى شكله بلاستيك زي ما شفناه كده، زي الكباس بالظبط بس على صغير يعني، وممكن يبقى معدن زي الرسمة الصورة اللي على اليمين على السبورة، وممكن يبقى اسود. هنا بقى اختلاف، الكباستور الاسود في الكباس تقويم، لا هنا مفيش تقويم وتشغيل اصلا، هو كله تشغيل، فحتى لو اسود هو تشغيل برضه. ماشي؟ فأي واحد من دول يركب مكان التاني يعني، ده مثلا 3 مايكرو فراد وده 3 مايكرو فراد، ده يركب مكان ده لأن ده هو ده في الحقيقة. نعم فندم. يعني هنا 450 فولت، هنا 370 فولت، الاثنين فولت عالي عشان كباستور التشغيل دايما فولته عالي، وده هو ده. ماشي؟ السؤال الاهم شويه، ان في حاجه يعني احسن في كباستور المروحه عن الكباس، ان كباستور المروحه بيبقى السعه بتاعته في بعض الاحيان مش دايما بتبقى مكتوبه على لوحه
البيانات، يعني لوحه بيانات الكباستول ساعات المصنع بيكون كاتبها. السؤال المهم بقى، طرفين الاس والار بيروحوا لمين؟ للكباستول. الكباس كانت الاطراف بتاعته على شكل بنوز روزيتا، المروحه الاسلاك الاطراف بتاعتها على شكل اسلاك، انا كمان على اسلاك دي بالتفصيل. بس لما الاقي مثلا، لما الاقي السلكتين دول رايحين للكباستول، يبقى بالشكل ده كده. السلكتين دول على سبيل المثال لونهم ايه وايه؟ اسود وبرتقاني. مش لازم يعني كل موتور وليه الوانه، وكل شركه وليها الوانها، بس انا بتكلم على الموجود كمثال. اللونين دول برتقاني واسود، صح؟ اللي هم مين ومين؟ التشغيل والتوين، مش كده برضه؟ فلما اجي ادي طرف كهرباء ادي هنا ولا هنا؟ في الار، في الار. فلو فرضنا ان الار هو اللي لونه اسود، يبقى لازم ادي له هو، ما اديش للبرتقاني الاس. فلو حصل ما خدتش بالي او ما اعرفش واديت للاس بدل ما ادي للار، اديت للاس، ايه اللي هيحصل؟ دي معلومه لازم كنا عارفها يعني. اللي هيحصل اللي انت شايفه ده، ايه اللي هيحصل؟ الموتور هيلف عكس الاتجاه. لو اديت النيوترال للكباستور في الار هيلف الاتجاه بتاعه، لو اديت النيوترال للكباستور ناحيه الاس هيلف عكس الاتجاه. ماشي؟ لا، ما لهاش قاعده يعني، مره هيلف يمين ومره هيلف شمال. انما لا، في كده وفي كده، مفيش قاعده عامه. انا بس هنجي لها دي، هاجي لك حالا اللي انت عايزه. انا بس عايز اوضح قبل الاول انه الشفاط بتاع المطبخ بتشده شده بيشفط والشده الثانيه بيطلط، مش كده؟ اللي انت بتعمله في المفتاح اللي انت بتشده فوق ده، ان بتدي كهرباء مره للاس ومره للار، هو ده اللي بيحصل. في مره يلف كده يشفط، مره يلف كده يطلط، دي نفس الفكره يعني. بالظبط. الشفاط بيشفط او بيطلط ما بيتحرقش. ليه؟ لان ملفات التشغيل قد ملفات التوأم بالظبط. دي 50 اوم مثلا، دي 50 اوم. سمك السلك عدد اللفات ما فيش فرق. انما الكباس ملفات التشغيل والتقويم مقاومه عاليه ومقاومه، ولسه قايسين قبل كده كنا مقاومه عاليه ومقاومه قليله. فمروحه التكييف زي الشفاط، ملفات التشغيل قد التقويم. معايا؟ فبالتالي لو اديت كهرباء للاس مكان الار، الموتور هيلف عكس الاتجاه ولكن مش هيتحرق، بس اتجاهات الهواء هتتلخبط، يعني غلط مش صح. فعشان كده، طب اعرف ازاي؟ هعرف ان انا، ما هو انا لو جبت لي كباس وقلت لي فين الاس وفين الار، هقيس بالاوم، مش كده؟ 3 اوم و12 اوم اقول لك دي التشغيل ودي التقويم. انما هنا هتقيس هتلاقي 50 اوم و50 اوم، مش تعرف مثلا يعني، مش تعرف حاجه. فعشان كده المصنع عمل لك كده. عمل ايه؟ عمل سهم يدل على اتجاه الدوران. فده سؤال حضرتك بقى، الموتور بيلف يمين ولا شمال؟ المصنع حر، انا ماليش دعوه، ما فيش قاعده عامه اصلا. المصنع مظبطه ازاي؟ هو حر. فانا ما فيش قاعده عامه، فانا طب مش عرفني. طيب ما هو عشان كده، عشان السؤال ده هو عمل السهم، عشان ما نسالش، عشان نوصل ونجرب. فانا دلوقتي هغمض عيني واوصل اي كلام يعني، ما انا مش عارف. لقيت الموتور لف عكس السهم، اشيلت من هنا احط هنا، التيار يعني من هنا احط هنا. حضرتك عايز قلم؟ ماشي كلام؟ تمام كده؟ طيب، موضوع اتجاه الدوران ده معلومه مهمه، لازم هي بسيطه بس مهمه، لازم كل واحد يكون عارفها، فيها مشاكل؟ طيب بالنسبه بقى للسرعات، كنا اتفقنا ان من وظيفه اي تكييف التحكم في سرعه الهواء عن طريق ان الموتور المروحه بيبقى فيه سرعه عاليه ومتوسطه ومنخفضه، في سرعات. ففكره السرعات في موتور المروحه هي ان انت كل ما تقلل الفولت بتقلل السرعه. يعني ايه بقى؟ يعني في لعب الاطفال، ابسط حاجه يعني لعب الاطفال، اللي هقول لحضرتك اهو، في لعب الاطفال لما بتحط البطاريه جديده اللعبه بتتحرك بالسرعه الطبيعيه، مع الوقت تبتدي تتحرك ابطا، وده مفهوم لان البطاريه عماله تفضى.
مش كده؟ فكل ما تقلل الفولت كل ما تاخد سرعه ابطا. فمروحه السقف، العلبه اللي في الحيطه اللي بيسموها الترانس، 1 2 3 4 سرعات، ايه اللي بيحصل؟ مروحه السقف هي نفسها سرعه واحده، الموتور اللي في السقف ده سرعه واحده، بس العلبه اللي في الحيطه بتدي له 220 فولت، 180، 160، يعني بتدي له فولتات مختلفه فيديك سرعات ابطا. فاهم ازاي؟ فالتكييف، مروحه التكييف نفس الكلام زي مروحه السقف، بس في اختلاف بقى. مروحه السقف موتور واحد، سرعه واحده اقصد، وفي ملفات سوري، في ترانس، في ملفات من جوه بيديك فولتات مختلفه. هنا بقى عمل كده، عمل ايه كده؟ حط ملفات اضافيه جوه موتور المروحه. موتور المروحه المفروض فيه ملفين تشغيل وتقويم، لا ده في ملفين تانيين اسمهم ملفات سرعات. فانت طالع لك ثلاث اسلاك اهم، مين دول؟ هاي وميديوم ولو، او سرعه عاليه وسرعه متوسطه وسرعه منخفضه. تمام؟ فمثلا الثلاث اسلاك دول احنا عرفنا هنا ان السكتين دول كباستور. طب مين الثلاثه دول؟ اكيد الثلاث سرعات، واحده فيهم عاليه وواحده متوسطه وواحده منخفضه، هاي وميديوم ولو. فلما انا ادي الفازه مره هنا ومره هنا ومره هنا، طرف الكهرباء يعني، كل مره هتاخد سرعه مختلفه. اللي بيحصل على السبوره بقى انك لما تدي الفازه للسرعه العاليه، الفازه كلها داخله على الكومن كلها، فال 220 فولت كاملين اعلى سرعه. طب لما ادي الفازه للسرعه الميديوم المتوسطه، بعدي على ملف الاول جوه، في ملف جوه في السكه قبل ما اروح للتشغيل والتقويم، فالملف ده بيعمل مقاومه او بيسموها اعاقه، فبالتالي بيقلل الفولت فالسرعه بتبقى متوسطه. طب لو اديت الفازه للسرعه المنخفضه، بتعدي على ملفين الاول قبل الكومن، مش كده؟ فالفولت هيبقى اقل، فتاخد ابطا سرعه وهكذا. دي فكره السرعات في موتور المروحه، يعني هي نفس فكره مروحه السقف، بس الاختلاف البسيط مروحه السقف الملفات اللي بتعمل المقاومه في الحيطه، علبه في الحيطه، هنا الملفات اللي بتعمل مقاومه جوه الموتور. ماشي الكلام؟ دي فكره السرعات، فيها مشاكل؟ طيب المفروض الموتور ده كده، الوضع اللي حضرتك شايفه دلوقتي، كام سلكه؟ الموتور اللي على السبوره، الموتور اللي على السبوره كام سلكه؟ نعم؟ خمسه، خمسه، ثلاث سرعات واثنين كباستور، ثلاث سرعات واثنين كباستور، يبقى كام؟ خمس اسلاك اهم، اثنين كباستور وثلاث سرعات. للاسف بقى الالوان مش ثابته، كل مصنع بيعمل الوان، يعني لو الشركات متفقه على الوان ثابته كنا ارتحنا، بس طبيعه البشر الاختلاف يعني، فمش متفقين. فبالتالي السلكه البيضاء ايه والزرقاء ايه، لا ما تقدرش تقول. ففي مواتير مراوح بيبقى، والاغلب يعني مش الكل، بيبقى مكتوب مرسوم على الموتور نفسه الرسمه اللي على السبوره دي، وكل سلكه مكتوب عليها ابيض واحمر واسود اللون بتاعها. فانا لو ده حصل، وده بيحصل كتير يعني، هبص على الموتور واشتغل، اشوف الالوان مكتوبه واشتغل. طب الموتور اللي انا ماسكه اللي قصادي ده ما عليهوش، لا وده بيحصل يعني، ما عليهوش الرسمه. فلو انا لقيت الموتور اللي قصادي ده بالشكل ده كده، في معلومه دلوقتي ان الطرفين دول كباستور، انما مين فيهم الاس ومين الار لسه ما اعرفش. طب مين السرعه العاليه ومين المنخفضه لسه ما اعرفش، انما المعلومه اللي عارفها ان الطرفين دول ايه؟ كباستور. فلو فرضنا ان انا رحت على الموتور لقيته كده ماشي، فساعتها هدي 220 فولت طرف لاي سرعه، والطرف الثاني لاي ناحيه في الكباستور. لقيته لف عكس السهم، ادي الناحيه الثانيه، هيلف مع السهم بقى كده، عرفت مين الاس ومين الار باتجاه الدوران او بالسهم. بالنسبه للسرعات، هلمس مره هنا ومره هنا ومره هنا، هلاقي في كل مره السرعه مختلفه، فهعرف. لما تكون الريشه راكبه بيبقى بالنظر وبالهواء اللي طالع وبالصوت الاحساس بالسرعات واضح. لما يكون الاكس لوحده من غير ريشه بيبقى صعب تحس. فعلى بنس الامبير مثلا، هنا 2 من 10 امبير، هنا 5 من 10 امبير، هنا 7 من 10 امبير مثلا. اعلى امبير هو اعلى سرعه، واقل امبير هو اقل سرعه. دي حاجه بديهيه، السرعه عاليه بتجيب طاقه منين يعني؟ ما بتسحب امبير
اعلى، فاعلى امبير هو اعلى سرعه واقل امبير هو اقل سرعه. فاذا يبقى انا حظي حلو لو رحت لقيت طرفين الكباستور راكبين، ما حد يعني اللي فك اسلاك السرعات مثلا بس ساب طرفين الكباستور راكبين، يبقى ساعتها مش عايز معلومه اكتر من كده، هقدر اوصل واجرب وده هنفذه عملي بعد شويه فهنشوفه. ده لو لقيت طرفين الكباستور واصلين. والدنيا ضلمه خالص. فالاستاذ عقدها وقال لك دلوقتي لو الاسلاك كلها ايه مقطعه. في ساعات مش ساعات كتير يعني بيحصل انك تطلع على تكييف يكون في حد قبل كده اشتغل فيه، فالقبل كده ده عدواني شويه، عمل ايه؟ قص الاسلاك مش كده؟ وهو بيجل كده قص الاسلاك، فبالتالي يعني ما فيش اي معلومه. وفي نفس الوقت المصنع ما رسمش الرسم الدايره يعني. فزي ما كنت بقول له كده الدنيا ضلمه يعني ما فيش اي معلومه من اي نوع. ساعتها بقى تلجا للقياس، لازم تقيس بقى. بس مش الاوم. في الكباس كنا بنقيس ايه؟ المقاومه وقيسناها قبل كده. لا هنا بنقيس الامبير. ازاي بقى؟ بص الموضوع سهل بس يمكن طويل شويه بس سهل. بص حضرتك بتعمل ايه؟ الاول دي ملفات السرعات. المقصود من الرسم ان ملفات السرعات مش على جنب، ملفوفه مع نفس ملفات التشغيل والتقويم معاها في نفس المجاري يعني مش حاجه لوحديها يعني. ماشي؟ طيب بص هتعمل ايه؟ الموضوع ليه ثلاث مراحل. ايه اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي؟ ان ازاي احدد الخمس اسلاك اذا كانوا مبهمين ومفيش اي تمييز من اي نوع. صح؟ زي الموقف اللي احنا فيه دلوقتي ده. ماشي؟ فبترسم الكلام ده في كتاب الاحمر، بترسم سلم من خمس درجات. ليه خمس درجات؟ لان هم خمس اسلاك. وتروح مقسمه جدول زي الكلمات المتقاطعه كده رايح جاي. وبعد كده تكتب الخمس الوان ايا كانوا بقى، ابيض واحمر، وشوف الالوان واكتبها بينهي ترتيب عشوائي، ما انت مش عارف التمييز، ما فيش فرق اي كلام كده. ماشي؟ وقصاد كل لون تكرره تاني زي ما انت شايف. دي كده مرحله ان انا ارسم الجدول. ازاي ارسم الجدول؟ هل فيها مشاكل؟ لو نسيتها في الكتاب موجوده. ماشي؟ طب رسمنا الجدول، عايزين نقيس بقى. بص بنعمل ايه؟ بنقيس ان احنا بندي 220 فولت لاي سلكتين، اي سلكتين لان هقيس كله مع كله، فتبتدي بانهي اثنين انت حر. فوليكن على السبوره هنا ادينا مين ومين؟ الاحمر والبني. مش احمر؟ الاحمر والبني. مش كده؟ مش مكتوب كده؟ الاحمر والبني. ف اللي هيحصل ايه؟ ان الموتور هيزن. ليه هيزن؟ اصل انت موصله من غير كباستور، فطبيعي ان هو ما يقدرش يقوم ويزن طالما من غير كباستور. فانت تعلق الامبير وتشوفه بيسحب كام امبير. الموتور لما بيزن بيسحب كام امبير؟ مثلا على السبوره كمثال سحب كام؟ 8 من 10. فتكتب بقى، تيجي مين مع مين؟ احمر وبني. فتيجي قصاد البني وتحت الاحمر وتكتب الرقم اللي اتقاس بينهم بين البني والاحمر اللي هو 8 من 10. طب هل الموتور مش هيتحرق؟ بيزن اصلا، هيتحرق لو طولت. انا بقعد ثانيتين ثلاثه لغايه ما اقدر الامبير، 5 ثواني براحتي يعني. مش هتحرق في اقل من نص دقيقه، دقيقه يعني، ده بسرعه كمان. فخمس ثواني كده تقدر الامبير وتفصل، فمش هيلحق يتحرق يعني. ماشي كده؟ وتروح ناقل على سلكتين ثانيين وهكذا لغايه ما المطلوب منك في الاخر تملى الجدول يعني. كل سلكه مع اي سلكه مع الاربعه الثانيين كم امبير وتكتب. فالموضوع ليه ثلاث مراحل، مرحلة إن احنا نرسم الجدول ودي سهلة طبعًا، ومرحلة إن احنا نقيس كل طرفين كام أمبير ونملى الجدول. المرحلة الثالثة بقى إن احنا نستنتج. فبتعمل إيه؟ بتعلم على أكبر قرايتين أمبير. فأكبر قراية عندك هنا أهو اللي هي 2، وتاني أكبر قراية اللي هي 1.8، الباقي كله أقل، صح؟ القاعدة بتقول إيه بقى؟ دي النقطة بقى. أكبر قرايتين أمبير بين الثلاث سرعات. أكبر قرايتين أمبير هم المشتركين بين الثلاث سرعات. طب نطبق الكلام ده كده. الاثنين أمبير دي مين مع مين؟ أحمد وأبيض. أكيد دول سرعتين. الأحمر وأبيض دول سرعتين. طب ال 1.8 مين مع مين؟ بني مع أبيض. يبقى البني السرعة، يبقى إذا بني وأحمر وأبيض دول الثلاث سرعات. القاعدة بتقول إن أعلى قرايتين أمبير هم المشتركين مع الثلاث سرعات. فاضل اللونين اللي هم اسمهم إيه وإيه؟
أصدق وصف اللي هما مين بقى؟ كبسطل. الكبسطل مش كده؟ وده الهق الكبسطل. لا يا استاذ، اعلى ايديتين هما الثلاث سرعات، فاضل من الخمسه فاضل سلكتين اللي هما على السبوره الازرق والاصفر، يبقى هما الكبسطل. الهدف من الجدول ده كله ان انا اعرف معلومه ان دول الكبسطل. امسك الجدول ده بعد كده ارميه، ما مش عايزه خلاص امسكه ارميه، وابتدي اوصل الكبسطل واجرب، ويبقى كده وصلت. ماشي الكلام؟ الماتور ده احنا جينا لقيناه كده، فاحنا عارفين مسبقا ان الطرفين دول كبسطل، بس هنعتبر اكننا مش عارفين. ف كم سلكه؟ كم سلكه؟ ادي 1 2 3 4 5. فهنعمل ايه؟ هنرسم سلم من 5 درجات، وبعد كده نروح عاملينه مربعات جدول، ونكتب الخمس الوان عشوائي في اول خانه، ونقدر كل لون تاني. دي مرحله الرسم مش كده؟ تمام. فالخمس الوان اللي هم الاسود والبني والبرتقاني والازرق لا ده ابيض، بس الزمن كان ابيض في الملعب. المهم يعني ابيض واسود مش مشكله. ماشي. المهم الخمس الوان دول كتبناهم، المفروض نعمل ايه بقى؟ نبتدي نوصل 220 فولت لمين؟ لاي طرفين، ما هو انت هتقيس كله مع كله، فتبتدي بمين؟ انت حر، بس هو يكون كسهوله اكتر يعني، انت حر بس كسهوله اكتر انك تمسك خط يعني صف صف كده وتخلصه يعني. فنثبت الاسود الاول مثلا يعني، ونخلصه وننقل على بعده. فمثلا هنا اهو ده كده الاسود صح؟ والطرف الاحمر ده اهو نبتدي ننقله مع بقيه الاربعه التانيين، وكل سلكه نقراها نكتبها. فمثلا الاسود اول حاجه مع مين؟ مع الابيض. فهنا اهو الاسود مع الابيض صح كده؟ لما نيجي نقيس الامبير برضو امبير معاها امبير قليل قوي، فبنحط على اقل حاجه اللي هي 200 امبير مش كده؟ اكمن الامبير المراوحه قليل، فممكن يبقى الفروق بينهم بسيطه، فالافضل انك انت تعمل كده. ايه اللي انا عملته كده؟ لفته لفتين، فكده البنسه تقدر تضعف. فلو البنسه دلوقتي قضت مثلا يعني 3 امبير، يبقى الامبير اللي ماشي فعلا 1.5، فده بيعلي الاداء، فتقدر بدقه اكتر يعني او بوضوح اكتر. ماشي؟ تمام؟ فبص حضرتك كده، احنا دلوقتي موصلين ايه مع ايه؟ الاسود مع الابيض. خلي بالك انت موصل سلكتين بس، الملفات كلها من جوه واصله ببعضها، فبقيه الاسلاك كلها فيها كهرباء مش كده؟ يعني اقصد اقول خلي بالك يعني ما ينفعش تمسك بقيه الاسلاك. فنشوف كده اسود مع ابيض، الماتور بيزن طبعا، زنته مش مسموعه. كام بقى؟ حد شايف؟ لا 7 من 10 في نقطه. ماشي 7 من 10 صح؟ فاذا نكتب هنا بقى ان الاسود مع الابيض قضى كام؟ 7 من 10، وننقل من الابيض على الازرق. لانه انت حضرتك يعني هتقضى كله الضعف، فكله هتبقى نسب واحده، احنا مش هيهمناش الرقم، يهمنا مين الكبير من الصغير. فاذا كان كله الضعف مش هتفرق. ماشي؟ مش هتفرق. ماشي كده؟ كده مين؟